الشهر القادم راح يكون وفد رفيع مالي واقتصادي سيذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمناقشة ملفات البنوك التي أغلقت وملفات ملف الدولار الذي هو يشكل حاجز للحكومة وللسيد السوداني، وممكن أن تكون هناك مشاريع مالية اقتصادية. وبعدها راح يروح السيد السوداني إلى الولايات المتحدة، يعني بالشهر 4 ما متعين اليوم، بالشهر 4 راح يروح، وبالتالي ممكن أن نشوف فين الدولار تنتهي أزمته، أو هذه البنوك التي أغلقت ممكن أن يفتح بعضها من أجل مساعدة الحكومة في أن تمر. بعد كم سنة نتحدث؟ بعد كم سنة نتحدث احنا؟ تحكي الشهر الثالث. تطبيقها هسه ذهابه والبحث بحلول، انا هذا مصالح اذا توافقت. لانه لليوم يقول لك اكو اخفاق عند هذه الحكومه بملف الدولار. منو؟ مو هذا اللي قلت شيء، انا راح يروح هناك الجانب الامريكي راح يقول لك يابا هذه عمله وطنيه امريكيه، فبالتالي يجب التعامل وياها وفقا لهالمعيار. هل راح يلاقي قبول عراقي او ما يطرح العراقيين راح يلاقي قبول امريكي؟ اكيد راح يلاقي. مفاوضك اللي رايح ينجح تتوقع؟ هي النية موجودة لو لا؟ حد مشي بده عايش سيدنا. لا لا شانه تنجح. المفاوض ممكن أن ينجح بهذا الملف؟ لا احنا ما عندنا مفاوضين بهذا الملف ما ليش هون وغيره. بالتالي ليش أنا أقول على نجاح شيء؟ أنا أقول ممكن أن لا يحدث. أنا أقول أكو نية أمريكية بمساعدة العراق في هذه المرحلة، وهذا ممكن بعض منها جاي بسبب أعمال الفصائل اللي هي خوفا من 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 تكرار هذه الأعمال أو من التعامل مع إيران. نفس الشيء. ممكن. أزمة الدولار يقدر السودان يتجاوزها بفريق المفاوض بغيره بآلياته بتعاونه مع الجانب الأمريكي بزياراته من عدمها يقدر؟ لأنه يعني لليوم ما أريد أقول فشل، يقول أكو إخفاق. لا نوعا ما يقدر. ما وعد به لن ينفذ لليوم. هذا يتحدثون عن قلة السيولة. نوعا ما يقدر يستطيع. أنا اعتقادي من زور هذا الوفد وراء زور السيد السودان راح نلقى تحسن ملحوظ، لكن ان يكون سلس مثل ما يتصور البعض، يعني باكر يصير الدولار 130 راسا، لا هذا مو، هذه مساله طلب وعرض، وراح تبقى الولايات المتحده الامريكيه تخلي هذا الملف هو ملف ضاغط على العراق. ضاغط على العراق مع الفصائل. العراق مو هذا ياكد كلام هادي العامري من قال يريدون يجوعون العراقيين، فلهذا اكد اقول لك ضاغط على العراق مع الفصائل. لا لا العراق، شوف خليني اقول لك شواهد الطبقه السياسيه وطبقه الفصائل، هسه لا اقصد الاخوان دولة كلهم ريشين وعدهم وقاعدين، بس يتأدى المواطن العراقي الفقير. ولذلك احنا كنا نقول سابقا يا اخوان وقفوا هذه الاعمال اللي هي تسمى مقاومه، وكلها ان شاء الله مقاومين، لكن هذا راح يجيب اثار كبيره سلبيه على العراق. بهالعرج ايش قد راضي على هاي الحكومه؟ انت كل حكومه نعطيها توصيف لها، لكابينتها، لمستشاريها، لمكتبها. يعني انا اولا أنا أفرق ما بين الحكومة وما بين رئيس وزراء. يعني أول مرة تفصلهم؟ أي لكل حكومة في كيانها الخاص. رئيس وزراء بلدوزر ما شغل ويشتغل ليل نهار وفي عدة خطوات إيجابية، لكن وين؟ عنده عطلات في بعض الوزارات، وباعتقادي هاي العطلات لازم خدمية أم سيادية؟ لا ممكن بالاثنين. ما هذا الوحدة. اثنين يحتاج إلى فريق حقيقي يؤمن بمشروع رئيس الوزراء. الفريق اللي موجود بعض يعني هسه مو كله طبعا، تشوف 90 مرات رئيس وزراء عنده 100 واحد، مو كلهم اكتف ويشتغلون، لا هم 2-3 المقربين. يراد له فريق يعني فدائي يذوب مع كل هذه الخطوات يروح. انا باعتقادي هذا الفريق ما متوفر 100% عند السيد السوداني، ولذلك